السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كاين اللي كيسولني واش باقي التسجيل في العرض ديال الرياضيات خاص بشرح الثمانية واش باقي مفتوح. بطبيعة الحال دابا بدينا كنصيفطوا لي فيديو للمشتركين معنا، يعني تشاركوا معنا الحمد لله مجموعة من التلاميذ، كنصيفطوا لهم لي فيديو يوميا، لي فيديو يوميا. والدور ديال العرض شنو هو؟ بحال اللي كدير دروس الدعم، غير هو الفرق كتجلس في الدار ديالك وكيوصلوك ولا كيوصلك الشرح في الهاتف ديالك، يعني كتجلس حتى كيوصلك الشرح وكيشرح لك الاستاذ الى غير ذلك، عكس دروس الدعم اللي كيكونوا على برا، كتخرج من 7 حتى ل 10 ولا حتى 9 عاد. يعني كما قلت الدور ديال هذا العرض هذا كدروس الدعم، ولكن كيكونوا لي فيديو يوميا ديال شرح التمارين، وكيكون عاوتاني واحد التعاون، الاستاذ كيكون بحال المدرب ديالك، كيعطيك التقنيات ديال الاجابه وكيعطيك القلب ديال التمارين، وكيكونوا حصص مباشره استعدادا للفروض، خصوصا ملي كيقربوا الفروض كيكونوا حصص مباشره. ايضا كنعطيكم فروض منزليه، يعني انتم كتقلبوا عليها، وكيكونوا مسابقات مثلا شي تمرين كتكون عليه مسابقه بين المشتركين في العرض اللي جاوا عليه الى غير ذلك، وكيكونوا سلاسل ديال التمارين على شكل PDF، وكيكونوا ايضا تراخيص ديال الدروس في كل اخر درس، كيوصلك ملف ديال PDF، كلشي هادشي وانت جالس في الدار ديالك، يعني بلا ما تخرج بلا والو. دونك كما قلت التسجيل اولا سميتو باب التسجيل باقي مفتوح، اللي بغى يتسجل معنا ويلتحق بالمشتركين الاخرين مرحبا به. اذا حنا دابا كنسجلوا بفيديو اخرى باش نصيفطوها للمشتركين في العرض.